سامعين، القوام الرئيسي او الدعامه الرئيسيه للفريق الاول هو فريق 97، وحضراتكم شفتوا كميه اللعيبه اللي يتم تصعيدها للفريق الاول والكميه اللعيبه اللي بيتم اعارتها لانديه الانديه الاخرى. يعني مثلا زي ناصر ماهر من ابرز صناع الالعاب في الدوري الممتاز، مش بس في فريق سموحه، يعني واحد من اللعيبه المميزه جدا، من اللعيبه اصحاب المهارات الخاصه. فطبعا لما بيكون اللاعب عنده في مركزه صعوبه في انه يشارك بصفه اساسيه ويتم اعارته، بيلعب دوري ممتاز بشكل منتظم، بياخد خبرات، بياخد حساسيه المباريات، بيرجع لك بيكون جاهز ان هو يشارك بصفه اساسيه، وبيكون دعامه رئيسيه كبيره جدا 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 بالنسبه للفريق. وحضراتكم شايفين نادي الاهلي كميه اللعيبه اللي من قطاع الناشئين. النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي اعتقد اللي في كل منظومه الدوري الممتاز عنده اكثر من 8 9 لاعبين من قطاع الناشئين، او القوام الرئيسي اللي بيلعب بيه هو من قطاع الناشئين. عارفين يعني ايه اخلاق النادي الاهلي، مبادئ النادي الاهلي، ايضا اساسيات التاسيس ده من اهم مراحل كره القدم، وهو ده اللي بيحدث في قطاع الناشئين. خلينا نكمل مع حضراتكم اخبار قطاع الناشئين. مواليد 2002 هيلعبوا مع ام بي يوم الخميس المقبل، عندهم منافسات الاسبوع الخامس لبطوله القطاعات. الاهلي في المركز الاول برصيد 12 نقطه، فاز في كل المباريات، وفريق ام بي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ده في مواليد 2002. اهلي 99 هيلاعب ام بي يوم الجمعه، وده ماتش من الماتشات المهمه جدا. نادي الاهلي في المركز الرابع برصيد 39 نقطه، 5 نقاط عن ام بي اللي في الصداره، بينما ياتي في المركز الثاني الاسماعيلي 41 نقطه، والجيش الثالث برصيد 40 نقطه. ابتدى قطاع الناشئين في فريق طلاع الجيش بيخش في الصوره، ابتدينا نشوفه في مواليد 97 وادينا شايفينه في 99، ابتدى يخش في الصوره، ابتدى يبقى فيه اهتمام في جهاز الرياضه العسكري وخاصه فريق طلائع الجيش بالناشئين، لان دي هي الدعامه الرئيسيه لاي نادي، وده واضح، وده زي ما بيحدث مع فريق ام بي اللي بينافس النادي الاهلي بشكل كبير جدا في كل المواليد. اهلي 2000 هيلاعب دجله ايضا يوم السبت المقبل باذن الله في منافسات الاسبوع الثالث لبطوله القطاعات. دي من النتائج اللي او من الماتشات اللي هتبقى في خلال الاسبوع المقبل. خلينا نروح حضراتكم برضو ان فارق النقاط سواء في فريق 97 عن فريق طلائع الجيش ال 38 نقطه، اي 4 نقاط، يعني ماتشين، ماتش وتعادل يلحق الامور، ولسه في الاسابيع في مسابقات بطوله الناشئين وحتى في بطوله الدوري. يمكن النادي الاهلي في الدوري العام للكبار يعني قريب من الحصول على اللقب ان شاء الله، والنجمه الرابعه يوصل للدوري رقم 40، ولكن في مسابقات الناشئين انت بتتكلم في 4 نقاط و6 نقاط ماتشين، فالدنيا لسه قريبه مش بعيده عن البطوله، والمنافسه بتبقى قويه قويه للغايه. ايضا هكمل مع حضراتكم ان عندنا في فريق 2003 ان شاء الله هيلاعب طلائع الجيش ايضا يوم الجمعه المقبله الجوله 12، وهيكون المباراه على جهاز الرياضه العسكري. دور الاول كان النادي الاهلي فاز بثلاث اهداف مقابل لا شيء، كابتن محمد سعد هو المدير الفني، والفريق دلوقتي في المركز الرابع برصيد 18 نقطه، وام بي 27 نقطه. يمكن فريق ام بي متصدر هذا هذه المواليد. وعشان نعرف في تفاصيل اكتر احنا معنا زميلنا فاروق صلاح المراسل قناه النادي الاهلي والمتخصص في قطاع الناشئين، وهو ايضا واحد من المعلقين المميزين اللي بيعلق لماتشات كل قطاع الناشئين. مساء الخير يا فاروق. مساء النور كابتن محمد. فاروق تحياتي لحضرتك والمشاهدين ومتابعي قناه النادي الاهلي، وحلقتنا المستمره كل اسبوع ان شاء الله عن قطاع الناشئين باذن الله. عايز اسالك الاول، كنا بنتكلم مع كابتن احمد الظاهر عن فريق 97، وبعدين ابتديت انا اتكلم عن فريق 99 يوم الجمعه المقبل عنده مباراه مهمه جدا ما بينه وما بين فريق نادي ام بي، وايضا عايزك تقول لي اخر اخبار مواليد برضو 2002 وماتشاتهم المقبله. خليني ابدا معاك كابتن محمد بنقدر اسبوع الناشئين نقدر نقول بدا بفريق 2004 اللي استطاع انه يفوز على فريق النوبي ب 10 اهداف مقابل لا شيء، وطبعا هو بيتصدر جدول المسابقه برصيد 25 نقطه بفرق 3 نقاط عن فريق مقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطه.
الفريق طبعا بيقوده الكابتن ياسر رجب، ان شاء الله هيقابل الانتاج الحربي يوم السبت القادم. بالنسبه للفريق 2003 هو فاز في اللقاء الاخير على فريق انبي بثلاث اهداف مقابل هدفين. ثلاث اهداف احرزهم اللاعب محمود حمدي، هو الشقيق بالمناسبه الشقيق الاصغر للكابتن احمد حمدي لاعب الفريق الاول. نعم. احرز هدفين وهدف ثالث احرزه. هو بيلعب مركز ايه طيب يا فاروق؟ بيلعب صانع العاب برضه. بيلعب صانع العاب نفس المركز يعني. نفس المركز، هو برضو خامه مبشره ما شاء الله، يعني نسخه ثانيه كده من احمد حمدي. واحد من اللعيبه المميزه موجوده عندنا في فريق 2003. والهدف الثالث احرزه اللاعب ميدو نبيل، وده هداف الفريق ب 14 هدف. الاسبوع القادم ان شاء الله النادي الاهلي هيواجه فريق الجيش. النادي الاهلي رصيده 18 نقطه وفريق الجيش 20 نقطه. صدارة طبعا لفريق انبي ب 27 نقطه هو وفريق المقاولون العرب. كابتن محمد انا ماشي مع حضرتك ترتيب تدريج الفرق من عندنا من 2004 ل 2003. نعم. 2002 عايز اقول لحضرتك ان الكابتن تامر حفني اللي تولى القياده الفنيه الاسبوع الماضي بعد سفر الكابتن سامر عبد الرحمن. نعم. اللي تولى القياده الفنيه لفريق شباب القادسيه السعودي. نعم. كان اول لقاء رسمي في يوم الاثنين الماضي للكابتن تامر حفني، استطاع ان هو يفوز على فريق الجيش وده من الفرق القويه جدا في المسابقه. فاز بثلاث اهداف مقابل هدف، احرز ثلاث اهداف في اللاعب محمد رضا وعلي عمرو وريتشارد. النادي الاهلي بيتصدر جدول المسابقه برصيد 12 نقطه، المركز الثاني فريق انبي برصيد 9 نقاط. والاهلي هينتظر مواجهه يوم الخميس القادم، مواجهه صعبه جدا مع فريق انبي على ملعب انبي، يعني ان شاء الله نتمنى ان فريق الاهلي يحقق الفوز والانتصار ويكمل مشواره. زي ما حضرتك عارف الكابتن تامر حسني تولى القياده الاسبوع الماضي، يعني اشتغل على شغل خططي فني شويه في الوقت البسيط جدا اللي هو هيشتغل فيه، لكن نتمنى له ان شاء الله استمرار المسيره ويحقق الفوز على فريق انبي الاسبوع القادم باذن الله. باذن الله. بالنسبه لفريق الاهلي 2001 استطاع ان هو يفوز على فريق الاسماعيلي باربع اهداف مقابل هدف. النادي الاهلي بيغرد يعني منفردا في القمه برصيد 57 نقطه. فريق 14 نقطة ما بينه وما بين المركز الثاني والثالث نادي انبي ونادي الزمالك. كان استطاع ان هو يفوز على الاسماعيلي في لقاء الدور الاول ايضا بثلاث اهداف لهدفين في المعلية. لا زال اللاعب احمد اشرف اللي هيكون ضيف مع حضرتك النهارده ان شاء الله يتصدر قائمه الهدافين برصيد 16 هدف. محمد لاعب محمد مغربي احرز هدف في لقاء الاسماعيلي، واحمد اشرف هدف ومحمد احرز هدفين. الاسبوع القادم يوم الجمعه ان شاء الله الاهلي هيلاقي فريق مصر. بالنسبه لفريق ال 2000 استطاع الفريق ان هو يفوز على الاعلاميين بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، وان شاء الله هيلعب مع فريق وادي دجله يوم السبت الاسبوع الثالث لدوري القطاعات. فريق الاهلي مواليد 99 لعب مباراتين الاسبوع الماضي، يعني هو ابتدى بلقاء بتروجيت وتعادل 1-1 باستاد الجيش بالسويس، ثم التقى مع فريق النصر مؤخرا باربع اهداف، فاز الاهلي باربع اهداف مقابل هدف. المباراه يعني تابع منها يعني اوقات كثيره الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. نعم. مدير الرياضي للنادي الاهلي كان متواجد في زياره للنادي الاهلي، تابع اللقاء وتابع لقاء الاهلي 2002 زي ما حضرتك عارف. ان شاء الله مباراه الاهلي غدا مع فريق وادي دجله فريق 97، بعض الافراد من الجهاز الفني للفريق الاول ان شاء الله هيتابعوا اللقاء ايضا وهيشوفوه. مواليد 99 زي ما قلت لحضرتك الاهلي فاز على النصر، 97 الاهلي استطاع ان هو يفوز على انبي، ودي كانت اول لقاء للاهلي بعد فتره التوقف، فاز على فريق انبي، وفريق انبي من الفرق الاقوياء والمنافسين بصفه مستمره للنادي الاهلي في بطولات الناشئين. ثلاث اهداف احرزهم اللاعب فرماوي وعمرو سعداوي وهشام شعبان. المسافه والفرق النقاط زي ما حضرتك عارف يا كابتن محمد ما بين الاول والرابع اربع نقاط. النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب فريق وادي دجله، الفرق ما بين الاهلي ودجله هي نقطه، يعني النادي الاهلي 34 فريق دجله 35. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وبالمناسبه هيشارك معاه ان شاء الله ده انضم لقائمه المباراه جزار جزار واحمد كارلوس. بالظبط. في نقطة مهمة جدا عايز اشيد بيها كابتن محمد فاروق، الحالة البدنية اللي عليها لاعبي النادي الاهلي. يعني حضرتك عارف ان العامل البدني من اهم الاشياء اللي واجب توفرها في لاعب كرة القدم. حاليا في النادي الاهلي النظام الخططي والتخطيط اللي عمله الدكتور عمرو ابو المجد امر يحسب ان كل جهاز فني وكل فريق معاه مخطط احمال.
بتعرف قيمه الفارق البدني ما بين الاهلي واي فرقه تانية في الماتشات، يعني تحس بالفارق البدني ما بين النادي الاهلي والفرق التانية. فامر امر لازم احنا نشيد بيه الحاله البدنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي. مش عايز ان انا اذكر فردي، لكن هي المنظومه بالكامل في النادي الاهلي من المخططين. نفس الشيء في الفريق الاول، ويبدو ان نفس الموضوع ماشي في كل المراحل السنيه وداخل قطاع الناشئين، وده من ابرز فعلا العوامل اللي موجوده في كره القدم. اتفضل. لا بالظبط يا كابتن محمد، يعني انا عايز اقول لحضرتك زي ما حضرتك، يعني المنظومه في النادي الاهلي حاليا تشوف العامل البدني بيميز وبيفرق جدا جدا في اوقات كتير مع النادي الاهلي. المواسم السابقه للنادي الاهلي كنت بتشوف كميه اصابات عضليه بطريقه كتير، يعني لعيبه كتير قوي عندها كميه اصابات عضليه تبقى كتير قوي. يعني بفضل الله الفتره هذا الموسم شايفين عدد الاصابات قليله جدا في النادي الاهلي. ايضا عايزين ان احنا نتكلم على نقطه ايضا مهمه جدا تم التخطيط ليها بصوره كويسه، الملاعب، ملاعب القطاع الناشئين في النادي الاهلي بقت على صوره عاليه جدا، قللت جدا من الاصابات اللي كانت بتحدث للاعبين الفتره السابقه. في نقطه ثانيه انا برضه عايز اكلم حضرتك فيها، الاهتمام بالبراعم. يعني عندنا ما شاء الله في فرق البراعم، اتكلم بدءا من مواليد 2010 و2008 و2009، في مواهب، يعني في مواهب في القطاع الناشئين في النادي الاهلي، والكابتن محمود صالح والقطاع الناشئين في النادي الاهلي مديهم اهتمام. يعني انا عايز اقول لحضرتك كابتن محمد، افتكر اسم اللاعب عمر عاطف، يعني عمر عاطف اللاعب الشهير بميسي. انا عايز اقول لحضرتك ان موهبه موجوده في القطاع الناشئين في النادي الاهلي، لاعب مواليد 2008 مع الفريق كابتن ممدوح عبيد، وبالمناسبه هو يبقى خاله الكابتن احمد حسن مكي، لاعب النادي الاهلي السابق وناشئ النادي الاهلي السابق ولاعب نادي الزمالك وسموحه. فعمر عاطف موهبه ايضا موجوده في قطاع الناشئين. عندنا اللعيب زي ما حضرتك تابعنا مع فرق 2005 وسبعتيفي ومارادونا ومحمد رافض، عندنا اللاعب بلال وادم، عندنا كميه لعيبه موهوبه في البراعم ايضا خدت جانب كبير قوي من التخطيط للفتره اللي جايه. هو كابتن الدكتور عمرو ابو المجد عامل خطه انه اول حاجه يكتر عدد المواهب، وبيعمل زي ما تقول كده سرد لهذه المواهب بحيث انها تتحط في اطار على جميع المراحل السنيه، يبقى فيها متابعه بشكل قوي جدا، ويبقى فيها تدعيم فني وتدعيم نفسي وتدعيم بدني، بحيث ان في اخر مراحل قطاع الناشئين بيبقى جاهزه انها تصعد للفريق الاول. كابتن محمد، انا عايز اقول لحضرتك الاستراتيجيه والخطه اللي وضعها الدكتور عمرو ابو المجد، انا عايز اقول لك ان هو فصل قطاع البراعم في الاستراتيجيه عن قطاع الناشئين. يعني الاستراتيجيه الخاصه بقطاع البراعم، كل مركز محدد فيه المواهب في كل مركز، كل مركز هياخد تدريب تخصصي مختلف تماما عن المركز الثاني، او على حسب مركز توظيف اللاعب في الملعب يبدا ياخد الجرعات التخصصيه والتدريب التخصصي اللي هيعمله ان شاء الله، ووضع اجهزه فنيه مختلفه تماما عن الاداره الفنيه بتاعه اللعيبه او القطاع البراعم وقطاع الناشئين. يعني يبقى جاي قطاع وجهاز ده مخصص بس للجانب التخصصي والجانب الخططي للاعب، فالامر ده هيكون في غايه الاهميه. في نقطه ثانيه يعني عايز اقول لحضرتك برضو عليها، ان شاء الله النادي الاهلي كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الاهلي في امر النادي الاهلي بيحضر له الفتره القادمه ان شاء الله، ان شاء الله يتم الحديث عنه بصوره مستفيضه. ان شاء الله هيبقى في حاجه في افريقيا وفي دول افريقيه هتبقى طفره وهتبقى حاجه سابقه للنادي الاهلي. امر ده ان شاء الله هيتم العمل فيه في بعض الدول الافريقيه، تبقى اكاديميات للنادي الاهلي، وامور ان شاء الله هتبقى سابقه وحاجه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. طيب فاروق، عايز اسالك، مين اكتر المراحل السنيه اللي عملت انتقالات في يناير؟ لا هو اكتر انتقالات في النادي الاهلي هتلاقي فريق 97 في النادي الاهلي. يعني انا الواحد بيشفق على الكابتن مدحت طه اسماعيل. كابتن مدحت كميه لعيبه طلعت من الفريق عنده اعارات، تحدثت انا مع كابتن احمد عبد الظاهر وشرحنا كل اللعيبه اللي موجوده في اعارات واللي موجوده في الفريق الاول، وربنا يكون في عونهم، عندهم فرقه جامده جدا يعني. لكن بحيث ان الاهلي جاب صفقات، هو النادي الاهلي دايما ما بتلاقي الاجهزه الفنيه او قطاع البراعم يقول لك، او قطاع الناشئين في النادي الاهلي يقول لك لا خد من الفرقه اللي اقل. يعني الفريق 97 بيبدا ياخد من 99، بيبدا ياخد من ال 2000، من ال 2001 الصفقات اللي تمت في النادي الاهلي قدر ان هو يحصل على توقيع واحد من الحراس ان شاء الله هيكون مميزين في فريق 2002 اسمه يوسف طارق. النادي الاهلي حصل على توقيع من نادي سبورتنج، ده خامة مبشرة، وحارس ان شاء الله هيكون
تقبل في النادي الاهلي. فريق ال 99 طبعا فريق محمد فخري اللي انضم للفريق اول بيلعب مباراته ولقاءاته مع فريق ال 99. احمد خالد كارلوس كان لعب لقاء الاهلي وانبي اللي الاهلي فاز بيه فيه 3 اهداف. لكن النادي الاهلي دايما مش بيعمل يجيب لعيبه او يشتري لعيبه، دايما بياخد من ولاد النادي، ياخد حتى من الفرق الاقل، يعني ال 2000 بيعتمد على فريق ال 2001 او ال 2002، فتلاقي حاله اتصال مستمره مع الفرق. يعني ده شيء مهم جدا، التواصل ما بين المراحل السنيه. زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي في قطاع الناشئين، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، استعرضت معاه